مشاهدينا أهلا بيكم في حلقة جديدة مع برنامجكم اتنفس صحة. عايزين في بداية الحلقة نبدأ بمقولة أكيد كلنا حافظينها: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وفي الظروف اللي احنا فيها محدش فينا ما عندوش وقت فاضي، حتى اللي بيمارس شغله من البيت بيبقى عنده وقت فاضي، وأكيد في ناس كتير زهقانة من قعدة البيت والوقت ده. وقبل ما نتكلم إزاي نستغل الوقت ده، لازم ناخد بالنا من حاجتين: الطاقة والفراغ. مش معنى ان عندك وقت فاضي يبقى عندك طاقة تعمل كل حاجة. لما تيجي تقسم وقتك ما ينفعش تحط كل التاسكات المهمة واللي فيها تركيز بدني او ذهني ورا بعض، هتتعب وهتلاقي نفسك في الاخر ما قدرتش تحقق اي انجاز في يومك. سواء كنت طالب في الجامعة او في المدرسة او بتمارس شغلك من البيت، انصحك بالساعات الاولى في اليوم، الساعات الاكثر تركيز. تاني حاجة هتساعدك تستغل وقتك انك تبدأ ترتب خططك واهدافك، لان مهما كانت الفترة اللي احنا فيها صعبة مجرد فترة وهتعدي، بس لما ترجع تكون عملت حاجة لنفسك، تكون جاهز تكمل مشوارك. وطبعا كلنا املنا في ربنا كبير انها تعدي بخير ان شاء الله، ولازم نحافظ على صحتنا. الصحة مهمة جدا جدا الفترة اللي احنا فيها، ما بنعملش مجهود، وطبعا اكل البيت صعب جدا. فانا بنصح ان انت تخصص 10 دقايق تلعب فيهم رياضه وتهتم بالاكل الصحي. الاكل الصحي مهم جدا يا جماعه، ومش معنى كده انك تحرم نفسك من المتعه، لا طبعا. تتفرج على حاجه بتحبها، تقرا كتاب مهم، تتكلم مع اصحابك، وفي النهايه هتلاقي ان انت قسمت وقتك صح وانجزت واستمتعت واستفدت. ودي كانت رساله نبدا بيها حلقتنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. موضوع حلقتنا النهاردة عن واحدة من أهم العمليات الحيوية في حياة المرأة. هنتكلم النهاردة عن النصف الآخر من المجتمع وما لها وما عليها، وهنتكلم عن أهم المراحل العمرية للمرأة. هنعرف أكتر مع الدكتورة صفاء صلاح الدين، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. طيب يا دكتور، في البداية عايزين نعرف من حضرتك مراحل تطور البنت من سن الطفولة حتى سن الإياس أو ربيع العمر. طبعا صباح الخير وأهلا بيكم في برنامج جميل، أنا سعيدة أن أكون معاكم فيه. إحنا هنتكلم النهاردة عن الأنثى، النصف الآخر والمهم جدا والمؤثر في الحياة، وهي الأخت والبنت والأم والصديقة ويعني زي ما إحنا عارفين قد إيه هذا الجزء مؤثر في الحياة. فهنتكلم عن مراحل تكوينها. بتبتدي مرحلة تكوين البنت منه هي في بطن أمها. يتم تحديد جنس الجنين في سن 16 أسبوع، يعني الشهر الرابع من وجود الجنين داخل الأم يتحدد هي أنثى ولا ذكر. الشهر الرابع في داخل بطن الأم. ده بمواصلة الحياة وتطور الحديث في متابعة الحمل بنبتدي نطمن على تكوينها أثناء وجودها في بطن أمها، وبعدين بتخرج للحياة. الخروج للحياة ده في الطفولة دي وحدود أو النيونات، حديث الولادة ده بنطمن على المظاهر الخارجية ليها كبنت، وبعدين بنتابعها وبنربيها وبنكبرها. الطفولة بتنتهي مع ظهور علامات البلوغ. علامات البلوغ دي 4 لـ5 علامات ثابتة بيتم فيها تغير نبرة الصوت، خروج الأعضاء البارزة في جسمها، وبعض التغيرات الداخلية، واكتمال تكوين المبيضين، والرحم كجزء يبتدي ينبئ عن علامة البلوغ. الفترة دي بتبتدي من في البلاد اللي احنا متوسطي الحرارة، يعني احنا نميل الى ان احنا حوض البحر الابيض المتوسط ده لينا علامات معينة فيها تتم فيها البلوغ. فالبلوغ بيبتدي عندنا هنا، يعني طبعا بتأخر شوية عن افريقيا، بدري شوية عن اوروبا وشمال اوروبا، بحيث ان احنا في سن ال 12 سنة وال 13 وال 14 تبتدي البنت تبلغ.
تبلغ يعني ايه؟ يعني تبتدأ تظهر عندها زي ما بقول لحضرتك حوالي 5 علامات، منها ظهور شعر الاباطين والعينه، اكتمال تكوين الرحم، نشاط حدث في المبيضين ينبئ بتغذيه البطانه المبطنه للرحم، وخروج الحيض كعلامه كبرى لحدوث البلوغ. بتبتدي البنت بتمر بالمرحله دي وبتدي ينتظم الحيض. طب الحيض ده معناه ايه؟ هو كان في اللاتيني زمان يعني يقال ان هو بكاء الرحم دما على الجنين المفقود. بمعنى ايه؟ يعني الهرمونات دي بتطلع، الهرمونات دي بتخلي البطانه بتاعه الرحم تكبر، تبتدي تزيد سمكتها الى حد ما، وبعدين يحصل توازن معين في المعدل الهرمونات داخل جسم البنت دي، وبتدي يحصل شيدنج او خروج للبطانه في صوره الحيض. يا دكتور لو في علامه ما ظهرتش من ال5 علامات دول، احنا بنتكلم عن يعني لما بنقول هل تاخر اي علامه من دول يعني شيء، طبعا اذا وصلت البنت لسن 15 سنه وما عندهاش العلامات الثانويه لحدوث البلوغ، بمعنى ظهور الثديين كعضوين مبرزين في جسمها، ظهور شعر العانه والابط بشكل واضح، او ليه تقسيمه معينه بيتم التواصل اليها او يعني التعرف عليها، نعومه الصوت الى حد ما، كمان بدايه ظهور الحيض كعلامه. طب لو اتاخرت بنتابع، ناخد البنت دي ونبتدي نتعامل معاها مع طبيب النساء ونطمن هل علاماتها موجوده. حتى لو تأخر ظهور الحيض كعلامة أخيرة أو مثبتة لحدوث البلوغ، فإحنا بنطمن عموما، بناخد فكرة عامة عن طريق الفحص الظاهري للبنت دي، وكمان بعض الإجراءات المعملية والإشعاعية زي السونار. دلوقتي طبعا موضوع الألترا ساوند ودخوله في حياتنا، مع انه هو يعني لما اكتشف في الحرب العالميه الثانيه كان عشان غواصه، عشان يعني تديكت او يعني تحديد مكان الغواصات وكده عن طريق الموجات التصادميه، لكن هو طبعا بالنسبه لنا بيدينا انعكاس حقيقي وواضح عن حاله الجسم من الداخل، وبنطمن فيه عن هل البنت دي عندها رحم، عندها مبيضين. احيانا بيكون في بعض العيوب الخلقيه اللي يعني كله يبقى تامم وكويس جدا جدا، لكن لما يظهر الحيض كعلامه ساعات بيحصل ان يكون ما فيش يعني الفتحه الاخيره اللي بتنبئ عن اللي بيخرج منها الحيض مقفوله. ربنا خلق كده، يعني ممكن يكون السبب في تاخير حاجه بسيطه خالص، بيتم التعامل معها برضو طبيا واعطاء مجال لخروج الحيض. عشان كده لابد ان انا الاحظ هل البنت دي بيجي لها ساعات مثلا مغص دوري ومثلا برضه ما ظهرش الحيض، مثلا اتابع على طول. الام لازم تكون نشطه ومنتبهه لمراحل نمو بنتها علشان خاطر كل حاجه تتلحق في اول. زي ما بقول لحضرتك من ساعه ما بتتولد البنت بياخدها طبيب الاطفال المتابع مع الولاده يطمن على حاجاتها. بنحمد ربنا ان احنا في هذا الزمن مثلا بنطمن على البنيه الحقيقيه للجنين للمولود، حتى لو ذكر او انثى، هل كل حاجته موجوده على السمع. ودلوقتي من فضل الله ان الطفل وهو بيتسجل بنعمل له حاجتين مهمين جدا، او يعني بالنسبه للتطعيمات الحمد لله دي حاجه كويسه، ودي تحصين البيبي الجنين او المولود من المشاكل الصحيه اللي تعرض ليها في المجتمع، دي حاجه مهمه. بعد كده الاطمئنان على قوه السمع، الاطمئنان على علامات وجوده كذكر او انثى، ودي برده من فضل الله علينا، ان العلم والقدره الفنيه والحقيقيه يعني في متابعه المولودين، ودي برده ليها تاثير في ما هو مقبل من الحياه كله. بعد كده لما ظهرتش العلامات دي زي ما بنتكلم دلوقتي بنقول على سن 15 سنه مثلا البنت دي عندها شويه مشاكل او اي حاجه الام ملاحظاها، تبتدي نتابع مع طبيب النساء وبنشوف ايه المطلوب نعمله. طب البنت اكتملت وتمام وخلاص، خلاص ما فيش حاجه غير انتظام الدوره. هل انتظام الدوره ده ليه معنى؟ طبعا. يعني كلمه دوره شهريه يعني ايه؟ يعني مشاهره، يعني بتيجي كل شهر تقريبا.
يعني 4 أسابيع كذا، يعني من 22 يوم لغاية 32 يوم لو بتجي الدورة بريودك أو منتظمة بهذا القدر مفيش مشاكل. طب إيه الحاجة اللي تلفت نظري؟ لو تأخرت. أه في تأخر. طب إمتى نقول بقى؟ إمتى نقول إن إحنا في لخبطة؟ مثلا جت الدورة في الوقت ده ثم غابت، يبقى برضو إيه شهرين ثلاثة أربعة، لا هبتدي أتابع برضو تاني عند طبيب النساء، بحيث إن إحنا هل تنظيم الدورة ده مهم؟ أه تنظيم الدورة مهم. إمتى؟ بعد 3 سنين من ظهور أول حيض. إذا في ال3 سنين الأولى من ظهور الحيض الدنيا لسه ملخبطة، أنا بس بستشير استشارة بس كده أطمن على بعض الأمور، وبعد كده أسيب البنت بدون تدخلات ولا أدوية ولا يعني تدخل في خلقة ربنا أو في الفسيولوجي أو الوظيفي بتاع البنت. إيه هي تاني مرحلة؟ هنبتدي نتكلم بقى دلوقتي احنا لما بنوصل من مرحله البلوغ، هل البنت قادره ولا مش قادره على الانجاب؟ لا، هي بتاخد فتره لغايه ما تبتدي الفسيولوجي بتاعها او التكوين بتاعها من الداخل يكون قادر على يعني استكمال تكوينه، بمعنى ان الرحم ده يصل للحجم الطبيعي بتاعه، ان المبايض ابتدت تاخد دورها الحقيقي. ان على فكره يعني احنا عايزين نقول برضو نفهم الاخرين. طيب يعني هي من سن كام يا دكتور؟ بداية البلوغ من أول، يعني عندنا في حوض البحر الأبيض المتوسط اللي احنا جزء أساسي منه، من 12 سنة ل 15 سنة فترة البلوغ. الفترة دي لازم الأم تطمن أن بنتها فيها علاماتها كاملة. طب المرحلة ما بعد ذلك اللي حضرتك بتسأل عليها دلوقتي، اللي هي مرحلة الخصوبة وقدرة البنت دي على التعامل مع الحياة بالنصف الآخر. طيب يعني إيه الخصوبة؟ الخصوبة اللي هي فترة قدرة البنت على ان رحمها واعضائها الداخلية تستحمل حدوث الحمل والانجاب، دي الفترة الخصوبة. الخصوبة تبدأ من سن المفترض ان بعد البلوغ بشوية صغيرين ان احنا خلاص استكملنا، لغاية ما نصل الى، لو قسمنا عمر البنت الى مراحل عمرية ليها علاقة بالخصوبة، فاحنا الفترة اللي ما بين انا بس اعتبرها الفترة الماسية اللي هي من ضمن من 18 سنة الى حوالي 42 سنة، الفترة دي الست فيها متدرجة قادرة على حصول الحمل وانتاج الاطفال. هل ليها تقسيمة؟ طبعا. ايه هي بقى التقسيمة دي؟ وايه المشاكل اللي ممكن تقابلها في المرحلة بالضبط. دي بالضبط. احنا هنقول دلوقتي ان احنا من 18 ل 24 دي فترة ماسية، وبيكون فيها القدرة على انتاج الاجنة في احسن اوجهها، وربما التطورات الحديثة يكون ليها تأثير شوية في تأخر سن الزواج، لكن هي دي فترة مثلى للحدوث الحمل والاطفال الطبيعية. عشان ايه؟ عشان احنا الجنس البشري ربنا سبحانه وتعالى خلقه من جزئين، جزء ذكري وجزء انثوي. فعمر البويضه زي ما انا قلت لحضرتك برضو في اول الحديث ان التكوين او تحديد جنس الجنين بيتم في الاسبوع 16، فاذا عمر البويضات من هذا الوقت عكس الحيوان المنوي اللي هو يتم تخليقه بعد خروج بعد اكتمال تكوين حتى الولد كشاب وقادر على الانجاب، فبيبقى عمره صغير، لكن عمر البويضه بيبقى كبير، ليه علاقه بعمر الام نفسها وعليه 6 أشهر جوه بطن الام، عشان قلت لك الاسبوع 16. فعشان كده لازم تكون بنحافظ على غضيه البويضات دي، بمعنى ان احنا نتعامل بما يتناسب مع التكوين. ازاي نكون نظام الغذاء، ازاي يكون نظام التعامل مع الحياه والمعطيات الجديده. المعطيات الحديثه كلها ليها تاثير ايجابي وسلبي، بمعنى التعامل مع النت والموبايلات والاشعاعات الخارجيه دي لابد يكون في حدود، عشان برضو التعامل مع المواد الغذائيه اللي ليها فيها مواد حافظه، ده ما يناسبش ابدا طبيعه الحياه اللي ربنا خلقنا عليها. دي كلها التعامل مع الاجزاء دي بطريقه جيده، ها، والحفاظ على البنت بطريقه صح
يخليها تنجب صح. يبقى الخصوبة بتشمل المراحل الفترة العمرية دي اللي لابد فيها من اتباع بعض الايه المؤثرات او الطرق اللي تخليها تبقى منتجة بطريقة سليمة. هل في اجراءات بتتم للاطمئنان على خصوبة الانثى؟ اكيد طبعا. هو البنت بتبقى عارفة يعني الى حد كبير نفسها، لكن انا في بدأت هاقبل على مرحلة الزواج او الدخول في الحياة الاجتماعية بصورة مختلفة عن وجودها كأنثى، فبنبتدي نطمن على البنت دي من حيث انتظام الدورة، طبيعة الدم وصورة الدم، وهل هي فصلتها كذا يبقى تحوز كذا. احنا هنعرف ان في حاجة اسمها معامل رهزس مثلا اللي هو الار اتش ده، وده لازم نطمن منه على ان البنت دي لو كانت ايجابي فهي ده العموم وليس له تأثير سلبي على النتاج بتاعها، لكن لو كانت سلبي فلابد من الاطمئنان على الجانب الاخر او الجزء الاخر من حياتها اللي هو زوجها، وهل هو ار اتش سالب ولا ار اتش موجب، وهو بيتم التعامل ده عن طريق بعض العقير بتؤخذ للأم نفسها عشان ما يحصلش مشاكل للجنين في بطنها ولا في الإنتاج اللي بعد كده. بعد كده انت يعني يمكن هتلاحظ انه الناس بقت عندها وعي قدر من الوعي دلوقتي بما فيها الاجراءات الحكومية الطبيعية لخروج سنة الزواج دي، بان احنا بنطمئن على الزوج والزوجة او الجزئين دول من المجتمع اللي هم هيكونوا لنا الاسر اللي هتطلع لنا انتاج شباب وهتطلع لنا نتاج يتم خدمة المجتمع من خلاله، واثبات الخليقة. احنا الانسان هو خليفة الله في الارض، بمعنى ان هو مسؤول عن استقامة الحياة وتطورها وكذا. فانت بتبتدي نعرف البنت دي دورتها منتظمة مش منتظمة، دمها طبيعي وكويس ولا محتاجة دعم، عندها اي مشاكل صحية تستدعي التدخل ولا لا. طيب يا دكتور، ايه هو تأخير الانجاب؟ احنا نقول ان كلمة الحياة زوجية منتظمة لمدة سنة كاملة بما تحمله من المعنى، انتظام الحياة، انتظام العلاقة، التواجد الطبيعي، ان هي تكون اصلا طبيعية تماما وبعدين يتأخر انجاب عن مدة سنة، ده بنعتبره تأخر اولي للانجاب، اسمه عقم اولي او تأخر اولي لحدوث الانجاب. طب الثانوي ها اللي هو انجبت مرة ها وبعدين مش عارف تخلف تاني، هنقول ليه؟ طيب ايه اللي ممكن يكون الاسباب برضو ده تأخر الحمل الثانوي؟ اللي هو عدم حدوث مثلا انجاب لمرة او لاكتر، وبعدين تباعدت الفترة وعدم القدرة على حدوث الانجاب رغم ان الظروف كلها متوفرة، ده اسمه تأخر ثانوي للحمل، وقد يكون سنة أكتر 5 10، لكن هو ليه أن هي تحاول أن تنجب ولا تستطيع، برضو يحمل نفس المعنى. تمام. طيب خليكم معانا، هنروح لفصل سريع ونرجع لكم تاني.
ايه هي المشاكل الصحية اللي ممكن الوصول اليها في حالة تأخر الانجاب؟ احنا لو كلمنا عن التأخر الاولي لحدوث الحمل، واللي هو يعني ان هي السيدة لا تستطيع ان تنجب رغم توفر الظروف اللي انا بقولها، اللي هي زوج وزوجة طبيعيين بيعيشوا مع بعض حياة طبيعية بمعدل طبيعي لوجود العلاقة الطبيعية بين البشر، ده معناه تأخر. طب تأخر أولي نعمل فيه إيه؟ بناخد القسمين دول، الزوج على جانب والزوجة على جانب. أنا النهاردة مسؤولين إن احنا نتكلم عن 50% بتوعنا اللي هم الأنثى. إيه المطلوب منها؟ إن احنا بنطمن على الحالة الصحية العامة، عدم وجود أمراض مزمنة زي الضغط والسكر أو أمراض مناعية زي الذئبة الحمراء، زي الأمراض المناعية زي الروماتويد. في كثير من الأمراض المناعية ليها تدخل أو دخل رئيسي في انتظام الإنجاب وعدمه أو حدوثه وعدمه. بعد كده بنطمن على الجزء الخاص بينا كنساء وتوليد، لأنه اسمه الجهاز البولي التناسلي. يعني إيه؟ يعني الرحم والمبيضين والبوقين والمهبل، دول ده اسمه جهاز تناسلي. والجهاز البولي وهما الاثنين مشتركين مع بعض اثناء التكوين جوه بطن الام، اللي هما الكليتين والحوالب والمثانه ومجرى البول. القسمين دول متداخلين، فاحنا بنطمن على السيده دي في هذين ايه الجزئين فيما يخص النساء والتوليد. يعني المسالك البوليه بتاعت البنت دي مع التكوين الجهاز الانثوي بتاعها ليهم دخل مع بعض، نطمن على سلامته. طيب يا دكتور، حضرتك كنت بتتكلمي من شويه ان في امراض لازم تطمني انها مش موجوده، زي مثلا السكر. هل لو في واحده مريضه بالسكر ما تخلفش؟ لا طبعا لا. احنا بنقول هل في مشاكل صحيه كبرى عامه يعني سيستميك يعني في الجسم كله تعيق او يكون ليها تاثير سلبي في استقامه الموضوع الانجاب؟ هو ليها دخل لكن ليها عليك، ما فيش حاجه ملهاش عليك. كل حاجه دلوقتي قادرين على التحكم فيها، بس هي لو مريضه سكر وهي في سن صغير يبقى ده تايب 1 ولا تايب 2؟ يعني نوعين السكر المعروفين، السكر مرض عام يصيب 5% من المجتمع وليه تأثيراته السلبية ما لم يتم التحكم فيه. كان فيما سبق من الزمن كان موضوع كبير جدا جدا وفعلا ممكن يعطل حاجات كثيرة، وهو ليه تأثير على حتى لو حصل حمل ممكن يكون ليه تأثير على وفاة الجنين داخل بطن الأم، وممكن يكون ليه تأثير على صحة الأم العامة أو دخولها في مشاكل صحية أكبر من السكر كمان. لكن دلوقتي إن شاء الله بفضل الله برضه زي ما بقول لحضرتك، إحنا لما بنطمن على الأم دي من الأول، على السيدة اللي هتبقى أم من الأول، ونشوف إذا كان في أي مشاكل صحية تستدعي التدخل، الضغط بيتم التحكم فيه وإعمال الفحوص بتاعته وعلاجه، وفي علاج بيتم من قبل ما يحصل حمل. بالنسبة للسكر كمرض عام برضو بيتم التفاعل بين طبيب البطن والسكر مع طبيب النساء والتوليد بحيث نوصل الست دي لأحسن الظروف لحدوث حمل كويس. كمان الأمراض المناعية بيكون فيها تعامل مع أطباء الغدد والمناعة بحيث إن هم يظبطوا الأم هل تستطيع أن تنجب أم لا. اتفضل. حضرتك يا دكتور قلت اخر مرحله هي ربيع العمر او مرحله الاياس، تحبي تقولي ايه فيها؟ احنا الحقيقه بنقول ربيع العمر دي مرحله جميله وراقيه جدا، وما يدعى بسن الياس انا برفضها تماما ككلمه تعني عوامل محبطه للسيده. فهو الاياس يعني عدم قدره الست فقط على انجاب اطفال، لكنه لا يعني ابدا الياس من الحياه ولا الياس من الوجود كعامل منتج جدا جدا في المجتمع. يمكن هنقول ان احنا سن الاياس او ربيع العمر يبدا من منتصف الاربعينات لغايه ما ربنا يعني يدينا الحياة الجديدة الأخرى. فالفترة دي كلها فيها عطاء جميل، وفيها إذا كان نقصة بعض الهرمونات وظهور بعض العوامل اللي تخلي فيه تساوي بين
بين جنسي البشريه في المشاكل الصحيه اللي بيتعرضوا لها، في عوامل كتيره كمان بتخليها تبقى كويسه وقادره على مواصله الحياه. بس هي يعني الناس عموما دايما شايفه ان المرحله دي اصعب مرحله وان هي نهايه العالم بمعنى صح. ما احنا عشان كده انا بقول لحضرتك كلمه ربيع العمر دي معناها ان هي لا تستطيع فقط ان تنجب، لكنها تستطيع ان تعطي كثيرا، وان احنا بنحافظ عليها من الهشاشه ومن الامراض العامه زي الضغط والسكر وكذا، اللي بتدخل فيها عوامل وراثيه كتير، عوامل اجتماع معنويه وعوامل هرمونيه. واحنا في المرحله دي بنبقى مركزين اكتر في ان احنا نقيم الست على بعضها، اذا كان في اي مشكله صحيه يتم التعامل معها بصوره فوريه وسريعه عشان تقدر زي ما قلت حضرتك تواصل في العطاء وفي قدرتها على التعامل مع الحياه. لان يعني برضو من ضمن يعني انه ايه الناس تبتدي تركن، يعني هناك ما يدعى مثلا ان هي خلصت بقى اولادها وجوزتهم وكذا، يبتدي تتكدس المشاكل الصحيه نتيجه برضو التطورات النفسيه الغلط. فاحنا مفروض ان احنا يعني زي ما كنا مهتمين بهي وهي هتبتدي تدخل على مرحله البلوغ ومرحله الزواج، احنا برضو واحنا داخلين على مرحله ربيع العمر وبدايه انتقاص الهرمونات المسؤوله عن الحيويه الانثويه، ان احنا نبتدي نهتم بايه البدائل، ايه البدائل اللي ممكن تحافظ لي على معدلات المواد اللي تخليني ما يحصلش هشاشه عظام، ما يحصلش سمنه مفرطه، ما يحصلش الامراض العامه اللي ممكن تحصل لها. لان حتى لو انا عندي العوامل الوراثيه اللي تخلي الضغط والسكر يجوا، انا ممكن احجمهم بالحفاظ على النظام الغذائي كويس، بالحفاظ على معدل التوارد العناصر المسؤوله عن استمراريه العظم من غير ما يحصل له مشكله، عن الدم من غير ما يحصل له مشكله، عن الكبد من غير ما يتعرض لضغوط من المواد اللي يتم التعامل معها برضو مع الوصول للعمر ده. عايزين في النهاية حضرتك تقولي بعض النصايح لطبيعة حياة الإنسان وخاصة النصف الآخر. أكيد طبعا إن ربنا خلقنا نستمتع بنعمه، بس كمان نحافظ على نعمه اللي ادهنا، فادانا جسم معين، ادانا لون، ادانا عقل نفكر بيه، ادانا جسم من الداخل مسؤولين عن الحفاظ عليه. يعني مرفوض تماما للجميع، بس احنا بنتكلم عن الانثى في الوقت الحالي، مثلا التدخين مرفوض، حاجه ما ينفعش. نظام الغذاء، وجود ربنا سبحانه وتعالى قايل وجعلنا من الماء كل شيء حي، اذا حتى شرب الميه يا ابني ويا بنتي ويا كل الفئات العمريه، السوائل اللي داخله الجسم دي ليها علاقه باتزان الحياه وقدره الجسم على التعامل. المخ محتاج الميه، العينين محتاجه الميه، الكبد محتاجه الميه، الرئه، كل الجسم محتاج الميه، قناقل لكل العناصر، وداخل في تكوين الدم وداخل في تكوين الاعصاب في كل حاجه. يبقى احنا اول حاجه ان احنا نشرب ميه كويس ونشرب سوائل كويس، ونبعد عن الابيضين اللي هو الدقيق والسكر، يمكن كانت معلومه، والملح. فمش ابيضين بس بقى، ثلاثه. الملح طعم، عنصر الصوديوم كعنصر ليه خطوره. وانا هقول لكم يعني يمكن احنا في ايام داخلين على شم النسيم، الفراعنه كانوا بيستعملوا الملح ايه؟ تحنيط. الفسيخ والرنجه والكلام ده ايه؟ ملح. ليه؟ بيحافظ على الميت مش على الحي. اذا هو في الحي يعمل ايه؟ يعمل ضغط، ويعمل عدم اتزان في جرارة القلب، ويعمل مشاكل واختزان ملح وميه في الجسم وانتفاخ الجسم ككائن، اذا ايه؟ ويأثر على الكلى سلبا جدا. اذا لابد من تجنب الحاجات دي. الدقيق طبعا، المعجنات والتكاوي والخبز الابيض وكذا وكذا، ده كله بيأثر على صحه الجسم عموما وعلى الامراض اللي ممكن تصيبه، زي ما بيسموه السم الابيض. السم الابيض بالضبط. يعني انا يعني بشوف انه ان احنا بنتعامل مع معطيات الحياه، والجنك فود ده والاكل المحمر واللي مليان دهون واللي ما انتش عارف هو ايه، المواد الحافظة، يعني يبقى أهم حاجة الكافيين وما له من تأثير سلبي. يعني أنا عايز فوق، قال لي ناخد قليل النافع، يعني كوباية شاي واحدة في اليوم،
البعد عن الكافيين، المياه الغازية وما تحمله من كمية سكريات عالية جدا، وتخفيض لمناعة الجسم وتقليل من قدرة الجسم على التعامل مع السموم الأخرى اللي داخل جسمك، ده برضو ليها تأثير سلبي. يبقى احنا نتجنب السم الأبيض زي ما انت قلت، هنتجنب الكافيين، هنتجنب وسائل التقنية الحديثة والتعرض ليها لمدة طويلة زي اللابتوب والموبايل والتلفزيونات الحديثة في غرف النوم، دي ليها تأثير سلبي، لأن حتى معدل النوم لازم يكون طبيعي، لازم الجسم ينام أو الجهاز أجهزة الجسم دي ترتاح في الفترة اللي ربنا خلقها للنوم. إذا جعلنا الليل سكنا، يبقى حتى النوم بالليل ده حاجة مهمة. ها احنا حاليا بقينا نعكس طبعا كل الشباب وكل الدنيا فاكره ان هي دي الحداثه وهي دي التطور التكنولوجي طبيعي، لكن طبعا لا. يبقى احنا عايزين كميه سوائل تخش الجسم كويس، عايزين مواد غذائيه سليمه خاليه من المواد الحافظه، ويكون كلها الفريش بمعنى الحقيقي، العصاير الطازه، اللبن الحليب مع اي فاكهه او نشربه، الجبن اللي هي الطازه البيضه اللي هي خاليه ملح او يعني يدوبك حاجات خفيفه، البعد عن المواد الحافظه باشكالها، السلطه والخضار الطازه والفاكهه الطازه بعيدا عن المواد الحافظه برضو حاجه مهمه جدا، ان احنا نبعد عن الدهنيات والمحمر بدون يعني عندنا المشوي كويس، يعني نشوي الحاجة حتى بما فيهم البتنجان وأي أكل ممكن يتعمل على البخار أو بقليل جدا من الدهون، والمسلوق طبعا حاجات كويسة ممكن يبقى ليها فليفر كويس، يبقى ليها ريحة كويسة وطعم كويس، بعيدا عن أن أنا أحط لها حاجة تبوظ الشرايين وتبوظ أداء الجسم من الداخل. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا. الله، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه جديده مع برنامجكم تنفس الصحه.